رياضة وتحسب لرئيس اتحاد كرة اليد المصري الدكتور خالد حمودة. على العموم معانا من داخل المباراة حاليا وهو متواجد وزير الشباب والرياضة المهندس خالد أبو عزيز. باشمهندس خالد زي حضرتك وألف مبروك يا باشمهندس. مبروك على الافتتاح المحترم دوت وعلى البطولة والتنظيم الرائع حتى الآن. أنا بشكرك جدا يا كابتن خالد على الكلام الجميل اللي قلته، لكن والله أنا بنقل بس للمواطنين المصريين. أنا فعلا امبارح وأنا في المقصورة، اولا الماتش دي اسماعيل كان الحقيقه يعني سعيد جدا بهذا المستوى، وقال فعلا الافتتاح يليق باسم مصر. لكن عايز اقول كمان ان الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي، الدكتور ارينو رئيس الاتحاد الافريقي، رئيس الاتحاد الفرنسي ورئيس الاتحاد الروسي كلهم كانوا موجودين. الحمد لله قالوا فعلا احنا عرفنا ليه مصر هي الكبيره بتاعه افريقيا. الافتتاح مبهر جدا ولا يقل عن اي بطوله كاس عالم او بطوله اولمبياد، واحنا سعداء جدا بوجودنا. يعني في ناس مشيت النهارده الصبح، لكن كانت سعيد قوي انها حضرت مباراه الافتتاح وحفل الافتتاح اللي كان موجود. تمام، حضرتك كنت حريص ان انت تكون متواجد النهارده كمان في ماتش النهارده. انا موجود الحمد لله، ومصر متقدمه 10-5 هي على نيجيريا. احنا يعني محتاجين نقازر الفريق. الاجواء جميله جدا يا كابتن خالد، الجماهير برضو لما تتواجد في المدرجات ليها طعم ثاني. خلي بالك كمان في جانب مهم قوي غير كمان جانب الرياضي، في جانب الشباب. لو بصيت النهارده في الملعب معظم الموجودين من الشباب من الانديه المختلفه ومراكز الشباب اللي بيمارس كره اليد، شايلين علم مصر وفي حاله من الانتماء والولاء كده للفريق بتاعهم وبيقدروهم. فدي على مدار 10 ايام برضو مهم قوي ان الرياضه تشتغل في هذا الاطار، اطار الانتماء للبلد ومسانده الفرق وروح التعاون وروح الفريق. طيب سياده الوزير، المهم قوي اللي بناخدها كمان من الرياضه. اتفضل سياده الوزير. يعني اعتقد كل الناس مشتاقه لعوده الجماهير، واعتقد كده النهارده كمان فكره ان حتى شباب صغير بيروح ماتشات كره اليد من حب واشتياقه للرياضه ومن حب واشتياقه للوجود في المدرجات. يعني احنا ان شاء الله باذن الله يعني ماشيين في هذا الاطار يا كابتن خالد. يمكن انت حضرتك عارف ان احنا عندنا الاهلي والزمالك عندهم مباريات يوم 18 و19 و20 مارس بطولات في البطوله الافريقيه. صحيح. ان شاء الله المباراه دي هتكون بجماهير. منتخب مصر هيلعب مباراه العوده مع نيجيريا يوم 29 مارس، ان شاء الله برضه هتكون بجماهير. ان شاء الله احنا ماشيين في هذا الاطار تدريجيا كده، الجماهير ترجع ان شاء الله. يعني هيعدي السنه دي لما يكون الجماهير رجعت في كل المباريات، وده اللي احنا شغالين فيه. لكن يعني الاحداث يمكن شويه كده تخلينا نكون يعني متريثين شويه وناخدها تدريجيا، لكن الحمد لله الدنيا ماشيه كويس قوي هنا، والاقبال معقول جدا. وان شاء الله متوقعين على دور الثمانيه وقبل النهائي والنهائي، فنلاقيش كرسي فاضي ويمكن كمان يبقى في ناس تبدا تذاكر في جبال ان شاء الله. سياده الوزير، حضرتك ان شاء الله يوم الاحد هيكون في قرار بتعيين مجلس اداره جديد للنادي الاهلي؟ والله انا اتمنى كده يا خالد ان شاء الله. احنا ده اللي احنا عاملينه. احنا طبعا ما بنقدرش يعني نتكلم عن اي حاجه للقضاء، اي حكم هيطلع هنحترمه، لكن نتمنى ان شاء الله ان يكون يوم الاحد ان شاء الله في حتم، سواء بالغاء القرار بالحكم السابق او عدم الغائه، ايا كان ايا كان ان شاء الله احنا خلال يوم او يومين من يوم الاحد الجاي، يعني يمكن يوم الاثنين الصبح او الثلاث الصبح ان شاء الله هتكون خدنا القرار. القرار جاهز في جميع الاحوال وجميع السيناريوهات، لكن احنا منتظرين بس يوم الاحد ربما يكون في حسم بين محكمه القضاء الاداري والمحكمه الاداريه العليا. ان شاء الله احنا جاهزين لكل حاجه. والله يا كابتن خالد احنا لا نستوقف، واحنا حريصين على اننا ننفذ احكام القضاء، وعمرنا ما اخرنا اي حاجه في تنفيذ اي حكم قضائي، ولا حتى قدمنا طعن في اي حكم، ولا قدمنا اشكال في اي حكم. واحنا لم نطعن في حكم محكمه القضاء الاداري لهيئه قضاء الدوله حتى بدون الرجوع لينا، هي اللي طعنت وده حقها، لانها المفروض انها بتدافع عن كل الوزارات دي. لكن احنا بنقول احنا محترمين جدا حكم القضاء الاداري، حريصين جدا على استقرار النادي الاهلي، وان شاء الله هنعمل برضه اللي المؤسسات الدوليه ما تتعارضش مع القرار اللي احنا بناخده، لان احنا في وقت حاسم. احنا في وسط بطوله كبيره بنلعبها الشهر الجاي واللي بعديه، عندنا بطولات عالم في الكاراتيه وفي الكاراتيه الحديث، بعد كده عندنا بطولات افريقيا شهر مارس كله تصفيات، شهر 6 كاس عالم، شهر 8 اولمبياد. اي قرار يهز اي حاجه للرياضه المصريه هيتاثر فيه كامل من الرياضيين داخلين على اعتاب اولمبياد وتصفيات كاس عالم كره قدم وبطولات افريقيا في العاب كثيره جدا. فلازم القرار يكون فيه تريث كثير جدا، ونكون متاكدين مش هياثر باي شكل من الاشكال على النشاط الرياضي. تمام، ان شاء الله هيكون التعيين، لو التعيين هيكون تعيين المجلس بالكامل، لان انا هو ده المفروض طبعا اللي احنا بنعمله، عشان ما يبقاش ان احنا تدخلنا في راي الجمعيه العموميه. تمام، الجمعيه العموميه اللي موجوده في النادي الاهلي اللي هم اعضاء النادي الاهلي انتخبوا هذا المجلس من مارس 2014 حتى مارس 2018، والمفروض ان الوحيد اللي يقدر يغير مجلس اداره النادي الاهلي خلال هذه الاربع سنوات
هي الجمعية العمومية اللي انتخبته، أو لا قدر الله اتحكم على مجلس الإدارة بأي حاجة مخلة بشرف، تكون يعني لا قدر الله أي حاجة مالية أو حاجة، دي ساعتها بنقدر نتدخل ونغير مجلس الإدارة. تمام. عدا ذلك المفروض اللي ما يغيرش مجلس إدارة منتخب لمدة 4 سنوات إلا مجلس إلا الجمعية العمومية اللي قررت إنها تنتخب. تمام، لكن أو قرار من عضو مجلس إدارة أو رئيس أو نائب رئيس لرفضهم التعيين. اللي حصلت يوم 29 مارس 2004 ولم تتعرض لأي شيء على مجلس الإدارة، ولم تتعرض لأي شيء عن أي حاجة مثل سمح الله بالشرف أو أي حاجة، وبالتالي إحنا بنرجع للأقرب لاختيار الجمعية العمومية، حتى لو كان هناك بعض الحاجات اللي فيها في الحكم، لكن أقرب ما يكون إلى رأي الجمعية العمومية بيكون هو نتيجة الانتخابات. وبالتالي جرى العرف مع المؤسسات الدولية إن لو حصل حاجة زي دي بترجع لأقرب حاجة كان فيها جمعية عمومية اختارت وتعينهم زي ما هو. لكن طبعا كل واحد حر. سمعت بعض الاقاويل بتقول ان في بعض الساده اعضاء مجلس النادي الاهلي مش عايزين يبقى في قرار بالتعيين، دي حاجه ترجع لهم طبعا، ولو اي حد كان بيستاذن، ولكن برضه باكد لحضرتك كانت في حاله وجود اعتذار او اثنين او ثلاثه يتم استبدال اي حد واحد عندي ان انا اختار اسم كده احطه او اي حاجه، لا احنا نكتفي بمن اختارته الجمعيه العموميه طالما يقدروا يكملوا النادي. اللي بس احب اكده كمان لجماهير النادي الاهلي وجمعيته العموميه، انا كنت على تواصل خلال اليومين الثلاثه اللي فاتوا، تاكدت ان الامور كلها ماشيه في النادي الاهلي، مفيش اي حاجه متوقفه، كل الانشطه الرياضيه شغاله، كل المرتبات ماشيه مفيش اي مشكله، الاجهزه بتعمل بكفاءه. انت عارف يا كابتن خالد ان مجلس الاداره ده ممكن يجتمع مره واحده في الشهر. كل الاحداث اللي تمت ديت كانت عليها حوالي اقل من 3 اسابيع، وبالتالي كل الاجراءات ماشيه بشكل طبيعي جدا، لكن نتمنى باذن الله خلال ال 48 ساعه القادمه يكون في حاجه من هذا الامر. تمام، بشكرك سيادة الوزير خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة المصري على هذه المداخلة.